جمعية البلسم أسست في العام 2020 وذلك بغية لتحقيق الأعمال التطوعية الطبية داخل المملكة ومن ثم خارج المملكة. جاء توجيه من مركز الملك سلمان لجمعية البلسم بالقيام ببعض الأعمال التطوعية، كان أولها في جمهورية قرغيزستان حيث تم إجراء عمليات وقسطرات قلبية فاقت 150 حالة وتكللت هذه المهمة بنجاح. وكان حصيلة هذا النجاح هو أن كلف مركز الملك سلمان جمعية البلسم، وذلك بدأ وصول طلب من وزارة الصحة التشادية بإجراء مجموعة من عمليات جراحة المخ والأعصاب، وبالفعل يتم الآن تنسيق إجراء 50 عملية في جراحة المخ والأعصاب، تعد من العمليات النوعية المعقدة، وذلك من الفترة من 20 إلى 28 يناير، حيث تكفل مركز البلسم بشحن جميع المعدات والأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك بالتنسيق مع الخبراء من استشاريين في جراحة المخ والأعصاب تحت قيادة الدكتور إبراهيم النعمي وزملاء آخرين في جراحة المخ والأعصاب من الاستشاريين السعوديين المهرة، وكذلك تم التنسيق مع استشاري تخدير واستشاري عناية مركزة وتمريض وفنيين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه المهمة وأن يكتب الشفاء للمرضى وأن يجعلنا خير سفراء لوطننا المعطاء.